السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة يا شباب ان شاء الله هبدأ معاكم يونت 6 Factors and Multiples. خلونا نتفق الاول ان اليونت ده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان انت هتاخده وانت في جريد 4، وهتاخده تاني وانت في جريد 5، وهتاخده تالت وانت في جريد 6. متفقين؟ فهو اساس كده احنا هنحطه السنه دي ان شاء الله، وهنكمل عليه السنه الجايه، وهنكمل عليه تاني السنه اللي بعدها. طب ليه ميس بتقول لنا كده؟ بقول لك كده عشان تكون مهتم جدا باليونت ده. اليونت ده مهم جدا جدا جدا. لما هتفهمه دلوقتي هيبقى سهل معاك بعد كده، وبرده سهل بعد كده، هتكمل فيه سهل. تمام؟ طيب قبل ما نبدا كله بيقول بسم الله يا شباب. يلا بسم الله. معانا النهارده lessons 1 and 2، Identifying factors of whole numbers, prime and composite numbers. كلمات جديدة هتعدي عليك. Factor, prime, composite. يعني ايه يا ميس؟ هتفهم كل ده دلوقتي. ركز معايا قوي، ده اولا. ثانيا عشان تشوف الحصة وتبقى فاهم كويس قوي كل حاجة انا بقولها، لازم تكون حافظ كويس قوي التايم تيبل بتاعك، جدول الضرب. حافظه ان شاء الله ما فيش اي مشكلة في الحصة هتقابلك النهاردة. تمام؟ تعالوا بقى نبدأ شغل فعلا. يلا ها، لما نقول اي بقى two numbers كده، تعالى نبدأ نشتغل multiply، وهشتغل معاك على الاكزامبلز اللي موجودة قدامك جوه كتابك. تمام؟ يعني انا هشتغل معاك على الاكزامبلز اللي معاك جوه الكتاب، عشان اللي حابب يبقى فاتح الكتاب وبيتابع معايا هشتغل معاك بالنمبرز دي، وهنزود عليها كمان. طيب اول اكزامبل قدامك بيقول لك 2 ملتبلايد باي 9 ايكوالز 18. اول حاجه اهو، حافظ التايم تيبل؟ ايوه حافظه. 2 ملتبلايد باي 9 ايكوالز 18، انا عارف انها ب 18. طيب نعرف بقى ونتعلم ان التو نمبرز اللي بتعمل لهم ملتبلاي دول اسمهم فاكتورز. التو ده اسمه فاكتور، والناين ده اسمه فاكتور. يبقى التو نمبرز اللي بينهم علامة الملتبلاي بتاعتك اسمهم ايه؟ اسمهم فاكتورز. تمام؟ والنمبر اللي بيجي بعد الايكوال، بعد الايكوال النمبر الناتج بتاع عملية الضرب بتاعتك ده، ليه اسمين، ليه اسمين، اسمه برودكت، وبعد كده مع اليونت واحنا ماشيين فيه هتتعلم ان اسمه ملتبل. وعشان كده بقولها لك من النهارده، لاني بعد كده هقول لك على ال 18 دي برودكت اوف 2 اند 9، وهقول لك عليها ملتبل لل 2 لل 9. فنتعلم الكلمات من النهارده، نبدا نسمع الكلمات الجديده بتاعتنا على بال ما نسمعها كتير، تبقى خلاص بقينا عارفينها. طيب يبقى فاكتورز لل 18 مين؟ ال 2 وال 9. ال 2 وال 9 لما بعمل لهم ملتبلاي بيدوني 18. يبقى ال 2 اسمه فاكتور لنمبر 18، وال 9 اسمها فاكتور لنمبر 18. سهله؟ طب تعالى نبص على اللي بعدها. ها 1 ملتبلايد باي 7، الكلام ده ايكوالز 7. التو نمبرز اللي بعمل لهم ملتبلاي اسمهم ايه؟ اسمهم فاكتورز. اسمهم ايه؟ اسمهم فاكتورز. واللي بيجي بعد الايكوال الناتج بتاعك اسمه برودكت او ملتبل، ما عنديش اي مشكله. يبقى هنا ال 7 اسمه برودكت، ناتج عملية الضرب اسمه برودكت. تمام؟ يبقى أنا عندي الـ 7 ده عنده 2 فاكتورز، واحد اسمه 7 وواحد اسمه 1. الـ 7 عنده 2 فاكتورز، واحد اسمه 1 والتاني اسمه 7. تمام كده؟ متفقين. طيب تعالى نتكلم بقى على نمبر زي نمبر 12. نمبر زي نمبر 12، إيه رأيك لو أنا قلت لك قول لي الفاكتورز بتاعت نمبر 12؟ متفقين؟ ها كأني بسألك هو ايه هي النمبرز اللي لما تعمل لها ملتبلاي تدي لك 12. الناس بقى اللي حافظه التايم تيبل بتاعها، هلاقي واحد بيقول لي يا ميس 1 ملتبلايد باي 12 ايكوالز 12، برافو عليك. وهلاقي واحد بيقول لي يا ميس 2 ملتبلايد باي 6 ايكوالز 12، ممتاز. وهلاقي واحد كمان هيقول لي يا ميس 3 ملتبلايد باي 4 الكلام ده ايكوالز 12. متفقين؟ ها يبقى ال 12 عندها فاكتورز فين؟ هم دول فاكتورز لل 12، ودول فاكتورز لل 12،
ودول كمان فاكتورز لل 12 صح ولا لا؟ النمبرز اللي بعمل لها ملتبلاي اسمها فاكتورز، احنا اتفقنا صح كده؟ يعني ال 12 عندها فاكتورز 1 و 12 و 2 و 6 و 3 و 4، عندها 6 فاكتورز. ال 12 عندها ايه؟ عندها 6 فاكتورز زي ما انت شايف، تعال نعدهم كده 1 2 3 4 5 6. طب ده بالنسبة للناس اللي حافظة التايم تيبل كتبتهم في ثانية كده. طب هو في طريقة تانية نس أبدأ أحدد بيها الفاكتورز بتاعت نمبر 12؟ اه يا سيدي عندك، مش طريقة ده، انت عندك طريقتين. عندك ايه؟ طريقتين تحدد بيهم الفاكتورز بتاعت نمبر 12، تمام؟ طيب أول طريقة اسمها فاكتور رينبو. فاكتور ايه؟ رينبو. عارف اللي هي الوان قوس قزح؟ ايوه يا ميس عارفها، هي بالظبط كده. فاكتور رينبو دي ان انت بتروح تكتب 12 فوق كده وتبدا تسال نفسك ايه النمبرز اللي لما اعمل لها ملتبلاي تديني 12، وتبدا تعمل الاقواس بتاعه قوس قزح بالمنظر ده 1 ملتبلاي باي 12، وتعمل اللي بعدها كده 2 ملتبلاي باي 6، 3 ملتبلايد باي 4. المنظر اللي قدامك ده اسمه فاكتور رينبو. فاكتور ايه؟ رينبو. طريقه بتجيب بيها الفاكتورز اوف نمبر 12 او اي نمبر، فاكتور لاي نمبر في الدنيا، تمام؟ معاك كمان طريقه تانية اسمها فاكتور تي تشارت. تي تشارت الطريقه التانية اسمها فاكتور ايه؟ تي تشارت. وانا بتعامل برضو مع نمبر 12، بص من اسمها فيها حرف ايه؟ فيها حرف تي. انت هتنزل تحت وتعمل لي تي كبيرة كده، وفوقها هتكتب التويلف. ما انا بجيب الفاكتورز بتاعت نمبر تويلف، وهتبدأ تسأل نفسك ايه النمبرز اللي لما تعمل لها ملتبلاي تدي لك تويلف؟ يعني سوان ملتبلايد باي التويلف، بص بيكتبوا ازاي، وتو ملتبلايد باي السكس، وثري ملتبلايد باي الفور. ها يبقى معاك كم طريقة جبت بيهم الفاكتورز بتاعت نمبر 12؟ معايا فاكتور رينبو ومعايا فاكتور تيت شورت، ادي طريقة وادي طريقة. وفي الحالتين بص كده انزل عد معايا، ظهر لك كم فاكتور لنمبر 12؟ 1 2 3 4 5 6، عندي 6 فاكتورز هنا لنمبر 12، عد معايا هنا 1 2 3 4 5 6. يعني الإجابات طريقتها ممكن تختلف، ولكن في الآخر انت هتجيب الفاكتورز بتاعت نمبر 12، وصاحبك هيستخدم طريقة تانية يجيب بيها الفاكتورز بتاعت نمبر 12، وانتوا الاتنين صح. انتوا الاتنين ايه؟ صح. وزي ما اتفقنا الاساس في الدرس بتاعنا النهاردة ان انت تكون حافظ التايم تيبل بتاعك، جدول الضرب بتاعك، متفقين؟ طيب تعال نشوف اللي بعده. تعال نبص على اكزامبل نمبر 1. بيقولك ايه؟ بيقولك find all factors of 36 and create a factor rainbow and factor t-shirt. يميس هو في كل مسألة هيطلب مني ان انا اجيب الفاكتورز واعمل فاكتور رينبو واعمل فاكتور t-shirt. لا مش في كل واحدة هيطلب منك كده، عشان احنا بس النهاردة لسه في البداية، لسه بنتعلم. فهو عايزك تعمل كل حاجة بيعلمك. انت لازم ايدك تمسك القلم وتكتب، تجهز الكراسة بتاعتك اللي بتذاكر فيها، وتتعلم تجيب الفاكتورز بايديك، تتعلم ترسم الرينبو بايديك، تتعلم تعمل التيت شورت بايديك. فعشان كده هو احنا النهاردة البداية، لكن بعد كده الطريقة اللي انت هتحبها سواء رينبو او تيت شورت انت عاملها براحتك بقى، متفقين؟ طيب انا معايا 36 اهو، ادي نمبر 36 بتاعي. انا هدفي دلوقتي ان انا عايز اجيب كل الفاكتورز بتاعته. طب تعالى نبدأ نفكر ايه النمبرز اللي لما اعمل لها ملتبلاي تديني 36. يلا الناس اللي حافظة التايم تيبل، اول حاجة هقوله يا ميس 1 ملتبلاي باي 36 equals 36، متفقين؟ طيب بعد كده يا ميس 36 ده even number. even number معنى كده ان التو فاكتور من الفاكتورز بتاعته. مدام even number يبقى 2 factor من الفاكتورز بتاعته، 2 multiplied by 18 هيديني 36، تمام؟ طيب وكمان 3 أنا حافظ table 12، 3 multiplied by 12 equals 36. وكمان يا ميس أنا حافظ إن 4
multiplied by 9 equals 36. برافو عليك. ايه رأيك؟ عندك 5 multiplied by اي نمبر في الدنيا تدي لك 36؟ لا يا مس 5 مش معايا. طب 6 اخبارها ايه؟ ايوة صحيح، 6 multiplied by 6 equals 36. بص عندك factors قد ايه؟ كل اللي الناحيه دي، كل النمبرز اللي انت بتعمل لها multiply دي اسمها factors ال 36. طب تعالى بقى، هو قال لي اعمل الرينبو واعمل التي شارت. طيب اهو تعالى نعمل الرينبو جنبها. رينبو اهو، متفقين؟ طيب معايا نمبر 36. بص كده هنبدأ بقى نعمل ايه؟ الاقواس بتاعتنا هنعملها كبيرة شوية علشان انا عندي فاكتورز كتير. 1 multiplied by 36، الناحية دي اكتب 1 والناحية التانية اكتب 36. 2 multiplied by 18 اهو، ادي القوس اللي بعد اهو، 2 multiplied by 18، ناحية هكتب فيها 2 والتانية هكتب فيها 18. 3 multiplied by 12، يلا اهو القوس اللي بعده، 3 multiplied by 12. 4 by 9، القوس اللي بعده، 4 multiplied by 9. 6 multiplied by 6 اهو، 6 multiplied by 6. رينبو، تمام؟ طيب بالنسبة للتي شورت بتاعي، فاكتور تي شورت اهو، فاكتور تي شورت، اتفقنا من اسمها يبقى هدفي ان انا اعمل حرف تي كبير كده، خلاص اهو، واكتب فوق هنا 36، ما هو ده النمبر اللي انت بتجيب الفاكتورز بتاعته. ابدأ انزل بقى اكتبهم يلا. 1 multiplied by 36، 2 multiplied by 18، 3 multiplied by 12، 4 multiplied by 9، و 6 multiplied by 6. تمام؟ عايزة اقول لكم ان انا مع الوقت لما هيخيرني ان انا اشتغل ان انا اجيب الفاكتورز بتاعتي، دايما هتلاقيني بشتغل بالتيت شورت. التيت شورت بالنسبة لي بتنجز واحسن، ومش هفضل بقى ارسم اقواس بالمنظر ده، لا ده هو بيديني كل تو فاكتورز قدام بعض فبشوفها احلى كتير في الشغل. متفقين؟ بعد كده في كتابك هتلاقيه رسم قدامك تيبل زي ما انت شايف كده. التيبل ده هو بيعلق عليه وبيقولك ايه؟ How can you find all the factors of a number؟ ازاي تقدر تجيب كل الفاكتورز بتاعت نمبر؟ هو يديهولك ويقولك write the factor of this number. متفقين؟ طيب هو هنا بيقولك امتى تقول ان النمبر ده عنده فاكتور 2، امتى تقول ان النمبر ده عنده فاكتور 3، وهكذا. انا هشتغل معاك او هعلقلك على النمبرز اللي انا عاملة جنبها لاينز دي، لان دي حاجات اساسية مع الحل والتكرار هتلاقيها قواعد كده انت هتبقى عارفها، وخصوصا نمبر 1 ونمبر 2 نمبر 5 ونمبر 10. الحاجات دي حاجات كده اللي هي عينك هتبقى بتبص كده بعد كده على النمبرز تقول اه ده عنده فاكتور 5، النمبر ده عنده فاكتور 2، اصله كذا. هتتعلم دلوقتي ده، متفقين؟ طيب نمبر 1 ده اهم واحد فيهم كلهم. نمبر 1 ده اهم واحد في... ليه اهم واحد فيهم كلهم؟ اصلي 1 is a factor for all the numbers، كل النمبرز اللي في الدنيا عندها فاكتور اسمه 1. كل النمبرز اللي في الدنيا عندها فاكتور اسمه 1. متفقين؟ على فكرة سؤال بينزل كتير جدا في الامتحان، يقولك مين هو الفاكتور اللي موجود عند النمبرز كلها؟ هتقول له مين؟ هقول له 1. يبقى 1 is a factor for all the numbers. ما اجي اقول لك اي نمبر في الدنيا هات لي الفاكتورز بتاعته هتلاقي 1 فاكتور منهم. متفقين؟ دي اول حاجة، 1 ده اهم واحد فيهم يا شباب. 1 is a factor for all the numbers، كل النمبرز اللي في الدنيا عندها فاكتور اسمه 1. متفقين؟ طيب نمبر 2، امتى اقول ان النمبر اللي عندي عنده فاكتور اسمه 2؟ 2 is a factor for even numbers، 2 is a factor for even numbers. طيب يبقى انت هدفك دلوقتي تعرف يعني ايه even numbers، صح ولا لا؟ انت بتقولي لي ان 2 ده
فاكتور عند كل النمبرز اللي اسمهم even numbers. طب هو انا امتى اعرف ان النمبر اللي قدامي ده even؟ عشان كده اعرف ان هو عنده فاكتور اسمه 2. تعرف ان النمبر اللي قدامك ده even لو انت بصيت في الونز بليس، الونز بليس بتاعه هتلاقي فيه ديجيت من دول 0 or 2 or 4 or 6 or 8. اي نمبر في الدنيا لو بصيت عند الونز بليس بتاعه لقيت فيه ديجيت من دول في الونز بليس ونز، اوكي، هتعرف على طول ان النمبر ده عنده فاكتور اسمه 2. عنده فاكتور اسمه ايه؟ اسمه 2. تعال نقول examples. لو قلت لك نمبر 12، ايه رأيك؟ نمبر 12 ده عنده فاكتور اسمه 2. ايوه يا نيس، عشان انا لما بصيت في الونز بليس لقيت 2، وال2 دي دليل ان هو even number. even ايه؟ يبقى ال12 ده even number. ومدام هو even number يبقى هو عنده فاكتور اسمه 2. وتعالى نتأكد، مش انت عارف ان 2 multiplied by 6 equals 12؟ واتفقنا في اول الحصة ان النمبرز اللي بعمل لها ملتبلاي اسمها فاكتورز، اهو يبقى عنده فاكتور اسمه 2 ولا لا؟ ايوه يا نيس عنده فاكتور اسمه 2. تعال نشوف اكزامبل تاني. ايه رأيك لو قلت لك 24؟ 24 ده عنده فاكتور اسمه 12 اسمه 2 ولا لا؟ يا نيس ايوه 24 ده عنده فاكتور اسمه 2. ليه؟ علشان ال 24 ده even number. اولا عرفت من فين انه even number؟ بصيت على الونز بليس بتاعه لقيت فيه 4، لقيت في الونز بليس ايه؟ 4 اهي، يبقى هو even number. ومدام هو even number يبقى عنده فاكتور اسمه 2. متفقين؟ ها تيجي نتأكد. ايه رأيك؟ مش انت حافظ ان 2 multiplied by 12 equals 24؟ اهو، والتو numbers اللي موجودين اللي بعمل لهم multiply قبل الايكوال دول اسمهم فاكتورز، يبقى ال2 فاكتور لل24، صح ولا لا؟ طب ندي اكزامبل الاخير. لو قلت لك 21 عنده فاكتور اسمه 2 ولا ما عندوش؟ يا ميس 21 ده مش ايفن نمبر. انا لما بصيت على الونز بليس لقيت 1، وال1 دي مش موجوده تبع الايفن نمبرز، صح ولا لا؟ اه، يبقى هو مش ايفن. ومادام هو مش ايفن يبقى هو مش عنده فاكتور اسمه 2. متفقين؟ يبقى انت بتحدد الايفن نمبرز بتاعتك وبناء عليها بتقول ان هي عندها فاكتورز اسمه 2. متفقين؟ ده بالنسبه ل2 امتى تقول عليه فاكتور اوف ا نمبر. تمام. طيب بعد كده 3، امتى اقول ان 3 فاكتور اوف ا نمبر 3؟ تعال نقرا كده هو كاتب ايه. 3 is a factor if the sum of the digits is a number that exists with skip counting by 3. يعني يعني ايه؟ تعالى وانا اقول لك. امتى اقول ان 3 factor للنمبر؟ هقولها لك بطريقه اسهل كمان. ها، تعالى نحط نمبر قدامنا، تعالى نحط نمبر قدامنا زي مثلا تعالى نحط ايه 33، وانا عايز اعرف هو ال 33 ده عنده فاكتور اسمه 3 ولا لا؟ انا في ناس هتقولي ايوه يا مس هو عنده، علشان 3 multiplied by 11 equals، بص 3 multiplied by 11 equals 33، عرفوها على طول كده، شاطرين، برافو عليكم. بس في ناس هتقف قدامها ها يعني متلخبطه، مش متاكده، مش حافظه التايم تيبل كويس. طب والناس دي عايزه تعرف هو ال 33 ده عنده فاكتور اسمه 3 ولا لا، نعمل ايه يا شباب؟ هقول لك تعمل ايه. 33 ده عنده كام ديجيت؟ عنده 2 ديجيتس، عنده ديجيت اسمه 3 وديجيت كمان اسمه 3 اهم. خليك جدع على جنب كده، اعمل درافت. وطبعا انت ممكن تحسبها منتلي، بس انا بوري لك انا بفكر فيها ازاي، عايزك تتعلم تعمل ده. وخد الديجيتس دي واجمعها، 3 بلس 3 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 6. 3 بلس 3 ايكوالز ايه؟ 6. طب ال 6 ده، ال 6 ده يا شباب هل هو موجود في التايم تيبل بتاع 3؟ ايوه يا نيس، انا عندي 2 multiplied by 3 equals 6 موجود اهو في التايم تيبل بتاع 3.
يبقى معنى كده ان 33 دي عندها فاكتور اسمه 3. ما فهمتش يعني مثلا، ما فهمتش، تعال نقول اكزامبل كمان، ما هو هتبان ان احنا نحل اكزامبلز كتير. خلاص طيب، لو احنا اخدنا نمبر مثلا زي 44، ها وانا بسألك هو ال 44 ده عنده فاكتور اسمه 3 ولا لا؟ على طول كده دماغك تروح تفكر تقول ايه، تقول يا الميس مدياني 44، 44 ده عنده 2 ديجيتس 4 و4، هجمعهم مع بعض 4 بلس 4 ايكوالز 8. يا ترى في التايم تيبل بتاع 3 عندي 2 نمبرز لما اعمل لهم ملتبلاي، عندي نمبر لما اعمل له ملتبلاي باي 3 يديني 8؟ ها عندك اي نمبر ملتبلاي باي 3 يدي لك 8؟ لا يا مس الكلام ده مش موجود، ما عنديش، ما عنديش اي نمبر في الدنيا اعمل له ملتبلاي باي 3 يديني 8. يبقى ال 44 ده ما عندوش، ما عندوش فاكتور اسمه 3، ما عندوش. يبقى معنى كلام المس، لو انت جمعت، لو انت جمعت الديجيتس بتاعت النمبر اللي قدامك واديلك نمبر، اديلك نمبر موجود في تايم تيبل 3، يبقى معنى كده ان 3 فاكتور للنمبر اللي موجود قدامك. طب لو جمعت الديجيتس واديلك نمبر، النمبر ده مش موجود، مش موجود في تايم تيبل 3، معنى كده ان 3 مش فاكتور للنمبر اللي موجود قدامك. متفقين؟ تعالوا نحط واحد كمان اكزامبل كمان. لو كتبت لك 43 مثلا 2 432، ده نمبر كبير قوي يا ميس، اعرف ازاي اذا كان عنده فاكتور اسمه 3 ولا لا؟ روح على جنب، النمبر اللي قدامك ده عنده كام ديجيت؟ عنده 3 ديجيتس، ادي 1 2 3، تعال نجمعهم. يبقى 4 بلس 3 بلس 2 4 بلس 3 7 7 بلس 2 يعني 9. طب ال 9 دي موجوده في تايم تيبل 3؟ اه يا ميس، 3 ملتبلايد باي 3 ايكوالز 9، موجوده اهي. ما دام موجوده في تايم تيبل 3، روح للنمبر ده وقول ان هو عنده فاكتور اسمه 3. يبقى النمبر ده has factor 3، عنده فاكتور اسمه 3. متفقين؟ هي دي الفكرة بتاعتك اللي تحدد بيها. وعموما الكلام ده مش هنكون بنستخدمه كتير، انا هكمل معاك الفكرة عشان هي موجودة قدامك في الكتاب عشان لو حد سألك عليها تبقى فاهم، ولكن حفظك للتايم تيبل هينجز معاك كتير في الشغل ده. متفقين؟ هعلق معاك كمان على فاكتور 5. امتى اقول النمبر اللي قدامي عنده فاكتور اسمه 5؟ امتى؟ عندك شرط سهل قوي قوي قوي، اللي هو ايه يا ميس؟ ان انت تبص على الوانز بليس بالنسبه للنمبر اللي هو كاتبه لك، هتلاقي فيه حاجه من الاثنين، يا تلاقي في 0 اور 5. لو لقيت 0 او 5 في الوانز بليس للنمبر اللي هو مديهولك، يبقى النمبر ده عنده فاكتور اسمه 5. خلاص هي دي الفكره. تعال نشوف ازاي، ندي اكزامبل. يلا لو كتبت لك مثلا 27، ايه رايك عنده فاكتور اسمه 5؟ يا ميس انا رحت بصيت على الوانز بليس لقيته عنده 7، وال7 ده ما هوش لا 0 ولا 5، يبقى ما عندوش، ما عندوش فاكتور اسمه 5. طب لو كتبت لك 35 وسألتك هو عنده فاكتور اسمه 5؟ يا ميس هروح ابص على الوانز بليس، اه بصي عنده 5 اهو في الوانز بليس، يبقى ده عنده فاكتور اسمه 5. متفقين؟ قاعدة في منتهى السهولة اللي في الدنيا، تبص على الوانز بليس لو لقيت 0 او 5 يبقى النمبر ده عنده فاكتور 5. متفقين؟ اللي بعده هتكلم معاك كمان على 10. النمبرز اللي انا اخترتها دي، دي الاساسيات اللي انا عايزاك تبقى عارفها، النمبرز التانية مش فارقة معايا، يعني حفظك للتايم تيبل هيساعدك فيها، لكن الحاجات دي اللي انا عايزاك اول ما عينك تبص كده تقول اه ده النمبر ده عنده فاكتور 10، ده النمبر ده ما عندوش فاكتور اسمه 10. تمام؟ امتى تقول ان النمبر اللي قدامك عنده فاكتور اسمه 10؟ لما تبص على الوانز بليس وتلاقي فيه 0. لو بصيت على الوانز بليس لقيت 0 يبقى النمبر اللي قدامك ده عنده فاكتور اسمه 10. خلاص ندي اكزامبل، لو قلت لك 23، ايه رايك عندها فاكتور اسمه 10؟ يا ميس رحت بصيت على الوانز بليس لقيت 3 ما لقيتش 0، يبقى ما عندهاش فاكتور اسمه 10. طب لو قلت لك 70 عندها فاكتور اسمه 10؟ ايوه طبعا، بص يا ميس الوانز بليس بتاعها عنده 0 اهو، يبقى ده عنده ايه؟ فاكتور اسمه 10. في منتهى السهوله اللي في الدنيا تبص على الوانز بليس بتاعك وتشوف لو عنده 0
هيبقى عنده فاكتور اسمه 10. لو ما عندوش يبقى خلاص ما عندوش فاكتور اسمه 10. هو دي القاعدة بتاعتك، 1 بليس و 0 يبقى النمبر بتاعك عنده فاكتور اسمه 10. خلاص ده اللي يهمني في الجزء ده، متفقين؟ الحاجات دي يا شباب اساسيات لازم تبقى عارفها كويس قوي، ولازم تعرفها وتتدرب عليها بايدك وتعملها مرة واثنين وثلاثة، متفقين؟ طيب تعالوا نبص كده على اكزامبل نمبر 2 قدامنا. هو هنا بيقول ايه؟ بيقول لك answer the following questions، تمام؟ explain how do you know، وقول لي ازاي عرفت ده، قول لي ازاي عرفت ده. خلاص طيب is 3 a factor of 29؟ هل يا ترى 3 ده فاكتور لل 29؟ يا ميس اكسبلين، خد بالك. طيب انا عشان اعرف 3 فاكتور لل 29 ولا لا هاخد ال 2 بلس ال 9. 2 بلس 9 ايكوالز 11، وال 11 دي مش موجوده في التايم تيبل بتاع 3، يبقى نو. خلاص متفقين؟ يبقى هو مش موجود في التايم تيبل بتاع 3، او مش هلاقيه وانا بعمل سكيب كاونتنج باي 3 برضو مش هلاقيه، متفقين؟ طيب اللي بعده هو هنا بيقول لك is 9 a factor of 54؟ explain how do you know. بس يا ميس انت ما شرحتيش ال 9 وال 6، عشان هو مش هينزل لك سؤال زي ده، مش هينزل لك سؤال في الامتحان بالمنظر ده، متفقين؟ ولو سألك هيقول لك is 9 a factor of 54 yes or no، مش هيقول لك explain. وساعتها اسأل نفسك، اسأل نفسك يعني بص انا يهمني قوي تبقى فاهم اللي انا بقوله ده. ها is 9 factor of 54؟ هتسأل نفسك تقول لها ايه؟ يا ترى انا عندي 9 multiply by اي نمبر في الدنيا هيديني 54؟ يا ترى انا عندي الكلام ده ولا مش موجود؟ الناس اللي حافظه التايم تيبل هتقول لي ايوه يا ميس 9 multiply by 6 equals 54 اهو، صح ولا لا؟ يبقى ال 9 ده فاكتور لل 54، يبقى هو فاكتور ليها، لكن هو مش هيقول لك اكسبلين هاو دو يو نو. في دي في الحاجات اللي هي النمبرز اللي فيها اكتر من خطوه في الحل عمره ما هيقول لك كده، هو هيقول لك هو ده فاكتور ولا مش فاكتور. تروح تسال نفسك هو انا عندي 2 نمبرز لما اعمل لهم ملتبلاي، يعني عندي نمبر اعمل له ملتبلاي باي 9 يديني 54؟ الناس اللي حافظه التايم تيبل 9 ملتبلايد باي 6 ايكوالز 54، خلاص كده انت كده حليتها. ما دام لقيت نمبر تعمل له ملتبلاي باي 9 يدي لك 54، يبقى ال 9 ده فاكتور ل 54. نفس الكلام هنا ال 6 ا فاكتور اوف 48؟ نفس الكلام، نفس الكلام. هنعمل ايه؟ اسال نفسك 6 ملتبلايد باي وات ايكوالز 48؟ هل انت عندك نمبر تعمل له ملتبلاي باي 6 يدي لك 48؟ لو عندك هيبقى ال 6 ده فاكتور، لو ما عندكش هيبقى مش فاكتور لل 48. يميس انا عارف ان 6 ملتبلاي باي 8 ايكوالز 48، تمام؟ مش انت عارف ده؟ يبقى ال 6 ده فاكتور ل 48. ال 6 اهو، ما احنا متفقين التو نمبرز اللي بعمل لهم ملتبلاي اسمهم فاكتورز. انا عايزك تفكر فيها كده، يعني في نمبرز زي ما انا اهتميت كده ال1 وال2 ال3 ال5 ال10، النمبرز دي مهمه قوي تبقى عارف القاعده بتاعتها، وفي نمبرز لا يعني اتعامل معاها بالشكل ده اسهل لك، انت لسه صغير لما تكبر هتتعلم حاجات تاني، متفقين؟ السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لك find all the factors of 48. انا عايز كل الفاكتورز بتاعتها، وعايزك هنا هو تشوف بقى انت فاهم الطريقة اللي احنا كنا بنتعامل بيها دلوقتي ولا لا، يعني القواعد الاساسية اللي كنا قلنا عليها. طيب انا معايا نمبر 48 اهو، خلاص اول حاجة اتفقنا عليها ايه؟ قلنا 1 is a factor for all the numbers، لان 1 multiplied by 48 equals 48، يبقى ال 1 عندي factor اهو، تمام؟ طب ال 2 هتنفع؟ عندك 2 multiplied by اي نمبر في الدنيا يدي لك 48؟ اه يا ميس ال 2 فاكتور معايا، لان 48 ده even number، 48 ده even number، تمام؟ وما دام عرفت منين ان هو even؟ عشان بصيت على ال 1's place لقيت عنده 8، فما دام عنده 8 في ال 1's place يبقى هو even number، تمام كده؟ طيب 2 multiplied بقى by what يدي لك 48؟ يا ميس 2 multiplied by 24 هيديني 48.
ها هو انا يا مستر المفروض اكون حافظ ان 2 مالتبلايد باي 24 يديني 48؟ لا مش المفروض تكون حافظها، امال هعرفها ازاي؟ مبدئيا هتبقى عارف ان 48 ده ايفن نمبر، ايفن ايه نمبر، تمام كده. وما دام هو ايفن نمبر يبقى عنده فاكتور اسمه 2. طيب بعد كده المفروض ان انت وانت بتتعلم الديفايد، هتتعلمه بقى كتير كتير الايام اللي جايه يعني، وهتشتغل بيه كتير، هتعرف ان انت هتروح تعمل 48 ديفايدد باي 2، 48 ديفايدد باي ايه 2، وتبدا تقول 4. بص بتمشي بقى فروم ذا ليفت تو ذا رايت بالمنظر ده، 4 ديفايدد باي 2 ايكوالز 2، وتروح لل 8 ديفايدد باي 2 ايكوالز 4، فتعرف ان الفاكتور التاني بتاعك 24 بالمنظر ده، تمام. الكلام ده هتتدرب عليه كتير قوي 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 ان شاء الله يعني. طيب بعد كده يا ترى ال 3 فاكتور لل 24 ولا لا؟ عندي اي نمبر في الدنيا لما اعمل له ملتبلاي باي 3 يديني 48؟ تعال نشوف القاعدة بتاعتنا بتقول ايه. القاعدة بتقول ان انا لما اخد ال 48 دي هقول عندها 2 ديجيتس، طيب اللي هم ال 4 وال 8 اجمعهم، 4 بلس 8 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 12. طب انت عندك في التايم تيبل بتاعك ها نمبر لما تعمل له ملتبلاي باي 3 يدي لك 12؟ اه يا ميس عندي 3 ملتبلاي باي 4 ايكوالز 12. يبقى معنى كده ان ال 48 ده عنده فاكتور اسمه 3. هدفك دلوقتي انا عايز اعرف الفاكتور التاني، هكتب هنا ايه؟ 3 ملتبلاي باي وات تديني 48، تمام. يبقى المفروض انك تاخد 48 ديفايدد باي 3 وتقول لي الكلام ده ايكوالز ايه، تمام. 48 يا شباب ديفايدد باي ايه 3، الكلام ده ايكوالز ايه؟ برضو هحلها قدامك يعني، انا هعمل الديفايد ده قدامك على وعسى ناس منكم تلقط كده الافكار وتبقى سهلة بالنسبة لها من اول مرة. 4 divided by 3 يميس 4 divided by 3 equals 1، الفور فيها 3 واحدة بس، وهيبقى معايا remainder 1 هحطه كده على جنب من الايد بالمنظر ده، تمام. الطريقه اللي انا شغاله بيها دي يا شباب اسمها شورت واي فور ديفيجن، شورت واي فور ديفيجن، والقناه عليها فيديو كامل معمول اسمه شورت واي فور ديفيجن، ممكن تشوفه تتعلم منه لغايه ما تروح بقى للديفايد والكلام ده. حاول تشوف الفيديو ده هيفرق معاك قوي. طيب انا حطيت ال1 اهي، اقراها 18 بقى، 18 ديفايدد باي 3 ايكوالز 6، يبقى انا عندي 3 ملتبلايد باي 16 الكلام ده ايكوالز 48، تمام. طيب بعد كده نمبر 4، 4 ملتبلايد باي وات يدي لك 48؟ تعال نروح كده على جنب، 48 ديفايدد باي 4 ايكوالز 4 ديفايدد، بص انا ماشي كده 4 ديفايدد باي 4 ايكوالز 1 و8 ديفايدد باي 4 ايكوالز 2. وفي ناس اصلا هتقول انا حافظها من التايم تيبل، انا حافظ تايم تيبل 12 وعارف ان 4 ملتبلايد باي 12 ايكوال 48، متفقين؟ طب اللي بعدها ها اسال نفسك، نمبر 5 ده فاكتور ل 48؟ يا ميس بصي كده انا هروح عند ال 48 وهبص على الونز بليس بتاعه عنده 8، وعشان ال 5 تبقى فاكتور لنمبر لازم الونز يكون فيه يا اما 0 يا اما 5، هنا في 8 يبقى مش فاكتور، انا مش معايا 5، تمام. طب ايه رايك في ال 6؟ اه يا ميس انا حافظ ان 6 ملتبلايد باي 8 ايكوالز 48، انا حافظها دي، تمام. ها بعد كده 7، عندك نمبر تعمل له ملتبلاي باي 7 يدي لك 48، انت حافظ ده في التايم تيبل؟ ما عنديش. طب 8، 8 ملتبلايد باي 6 ايكوالز 48، ما انتش محتاج تعيد نمبرز، انت مش بتعيد الفاكتورز، انت كتبت خلاص 6 باي 8 ايكوالز 48، مش هترجع تكتب لي 8 ملتبلايد باي 6 ايكوالز 48، خلاص كده. فانت كده كتبت كل الفاكتورز اللي عندك بتاعت ايه 48 اهي، انت كده كتبتها كلها خلاص. طب لو انا عايز بقى اكتبهم تحت هنا وبالترتيب، عايز اكتب بص كده the factors، of 48 or، وهنكتبهم مع بعض بالترتيب. بالترتيب يا ميس؟ اه هنكتبهم ازاي؟ هنزل كده بص 1 2 3 4 6 وبعدين همشي كده واطلع لفوق، بص اتجاهي وانا بكتبهم، هنزل كده وهمشي كده وهطلع لفوق كده، وكل النمبرز اللي بتقابلني همشي اكتبها بقى، اكتب معايا بقى او قول معايا. يبقى معايا 1 وهنزل هيقابلني 2،
هنزل هيقابلني 3، انزل هيقابلك 4، وبعد كده 6، وبعدين همشي كده هيقابلني 8، ابدأ اطلع لفوق 12، وبعدين هيجي مين 16 اهي، وبعدين هيجي مين 24 اهي، وفي الاخر هيجي معاك مين 48. تمام اهي، يبقى احنا كده جبنا كل الفاكتورز بتاعت مين، بتاعت 48. متفقين؟ وخليك فاكر وانت في الامتحان هو مش هيحط لك نمبرز كبيره ويقول لك جيب لي، ما تخافش انت لسه بتتعلم، لما هتكبر شويه جريد 5 جريد 6 ممكن يتعامل معاك كده، لكن انت لسه في البدايه. بس زي ما اتفقت معاك عشان الاكزامبل ده موجود قدامك فانا بقوله معاك، بس ما تقلقش واحنا بنحل هتلاقي الدنيا ماشيه معاك ان شاء الله. متفقين؟ تشيك يور اندرستاندينج، ايه الاخبار، الدنيا ماشيه ولا لسه؟ تعال نبص كده ونحل مع بعض. هو بيقول find the factors of 15، create factor rainbow and factor t-shirt. احنا اتفقنا هو هيطلب منك كل حاجه في الاول عشان انت لسه بتتعلم. تمام، factor of 15 يا ميس، انا عندي 1 multiplied by 15 equals 15، وحافظ في التايم تيبل بتاعي ان 3 multiplied by 5 equals 15. عندك اي نمبرز تانية لما تعمل لها ملتبلاي تدي لك 15؟ ما عنديش، ده اولا. تمام، طب يلا فاكتور رينبو، يبقى انا هكتب له 15 فوق كده وهبدا اعمل رينبو كده وهقول له 1 ملتبلايد باي 15 و 3 ملتبلايد باي 5. طب فاكتور تي شورت هعمل له تي كده كبيره واكتب له فوقها 15 بالمنظر ده وهقول له 1 ملتبلايد باي 15 بتديني 15 و 3 multiplied by 5 بتديني 15. متفقين؟ طب بعد كده بيقول لك choose the correct answer. طب يلا نبدأ نختار. 5 is a factor of ال 5 factor لأنهي number من النمبرز اللي قدامي دي؟ هدفك انت عارف القاعدة اللي بتقول ان ال 5 بتكون factor لنمبر ال 1's place بتاعه في 0 or 5. ايوه يا ميس انا خلاص عرفتها، يبقى انزل دور كده مين النمبر اللي قدامك اللي ال 1's place بتاعه في 0 او 5. هو ده 50، يبقى هو ده 5 is a factor of 50 عشان ال 50 في ال 1's place بتاعها في 0. متفقين؟ طيب which number is a factor of 20، مين من النمبرز اللي قدامك دي فاكتور لل 20؟ ها 6، عندك 6 ملتبلايد اي نمبر في الدنيا يدي لك 20؟ لا ما عنديش. 10 يا ميس، ايوه 10 ملتبلايد باي 2 هيديني 20، يبقى ال 10 فاكتور لل 20. طب ذا نمبر 11 هاز هاو ميني فاكتورز؟ نمبر 11 يا شباب ايه النمبرز اللي لما تعمل لها ملتبلاي تدي لك 11؟ يا ميس ما عنديش غير 1 ملتبلايد باي 11 ايكوالز 11، 1 multiplied by 11 equals a equals 11، هو ده ما عندكش تاني. يبقى عندك how many factors لل 11؟ عندي 2 factors هم ال 1 وال 11، يبقى the number 11 has 2 factors. متفقين؟ طب بعد كده بيقول لك the number 32 has how many factors؟ طب number 32 يا شباب عنده كام factor؟ يمس عشان اقول عنده كام factor لازم احلها. طب تعالى نحلها نشوف كده التايم تيبل بتاعنا. 32 اهو، انا عندي 1 multiplied by 32 equals 32. تمام، و 32 ده even يا ميس. تمام، يبقى 2 multiplied by 16 equals 32، 2 multiplied by 16 equals 32. طب ال 3 عندك 3 مع factor لل 32؟ لا يا ميس ال 3 مش هتنفع. طب 4، ايوه يا ميس 4 multiplied by 8 equals 32، يبقى ال 4 وال 8 factors لل 32. طب ال 5، ال 5 تنفع تبقى factor لل 32؟ ما تنفعش عشان ال 1's place بتاعها ما فيهوش لا 0 ولا ايه ولا 5. طب ال 6، ما عنديش number يا ميس اعمل له multiply by 6 يديني 32. طب 7، لا ما عنديش. طب 8، ما انا كتبتها اهي. طب خلاص يبقى 32 عندها كام factor؟ عد معايا 1 2 3 4 5 6، عد تاني 1 2 3 4 5 6، يبقى عندها ايه؟ عندها 6 factors. تمام؟ السؤال اللي بعده بيقول لك which is the factor of every number؟ مين هو الفاكتور اللي موجود عند كل النمبرز اللي موجوده في الدنيا؟ It means number 1 is a factor for all the numbers. والسؤال ده مهم وبينزل في الامتحانات كتير. 1
is a factor for all the numbers. كل النمبرز اللي في الدنيا عندها فاكتور اسمه 1. متفقين؟ ايه رأيكم نكتفي بكده في الحصة دي، والحصة الجاية نكمل حتى الجزء التاني من الدرس عشان نطلع فاهمين الشغل بتاعنا بتاع النهاردة. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة بظهر الغيب، وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بأكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.